فيتامين مع أنس على الفجيرة اف ام. فيتامين عبر أثير الفجيرة اف ام مع استشارية الصحة والتغذية الدكتورة لما النائلي من مركز ويلنس باي ديزاين الطبي في دبي. لنحكي أكثر اليوم عن ما يخص المرأة الحامل وتحديدا صيام المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك. تحياتي لك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. يومك سعيد وشكرا دائما على أنك عم تضوي على أحسن المواضيع اللي بتفيد أكيد جميع المستمعين إن شاء الله، وبترفع من الوعي الصحي والثقافة الغذائية للمجتمع إن شاء الله يا رب. خبرينا المرأة الحامل كيف لازم يكون صيامها؟ شو بتعرفي كتار منهم بيصوموا ممكن يتعبوا، فبدي تحكي لهم تحديدا اليوم الحلقة مخصصة لنساء الحوامل. طبعا كتير بيجيني هذا السؤال بالكلينيك وبيقولوا لي هل ممكن تغذويا المرأة الحامل تاخذ كل احتياجاتها وهي صايمة؟ الجواب هو طبعا تقدري كمرأة حامل أو مرضع تاخذي احتياجاتك إذا كنتي عم تنتبهي على ثلاث نقاط كتير مهمين اليوم ننضوي عليهم. أول شيء لازم أنتي ترتبي جسمك كتير منيح خلال ساعات الإفطار. ما بهمنا ناكل عن شخصين، بهمنا نشرب مي عن شخصين ونحن حامل، لأنه ترتيب الجسم وشرب كمية مي كافية لح تخلي جسمك قوي وتمنع الجفاف يلي ممكن يصيب الجنين إذا ما كنا عم نرتب جسمنا كويس. يعني دكتورة برأيك السوائل هي الأهم بالنسبة للمرأة الحامل؟ كتير مهمة وخصوصي بالشهر الفضيل. طبعا وقت عم نحكي سوائل عم نحكي ماء بالإضافة لثلاث أكواب من الروب أو الحليب أو ما يعادله من الأجبان. يعني حصول المرأة الحامل إن كان بالصيام أو غير أيام رمضان الفضيل على احتياجها الكافي من البروتينات والكالسيوم الموجودة بالحليب والأجبان والألبان ومشتقاتها أو بدائلها مثل البروكولي غني بالكالسيوم أيضا، هون نحن بنضمن أنه تغذية الجنين في أفضل حال. وقتها نحن من الحمد لله يعني أهم نقطة بنحط عليها صح أنه أكل الجنين أخذ احتياجه من الكالسيوم والبروتينات من تغذية الأم. تمام. طيب. شو كمان غير السوائل اللي حكينا عن الماء عن الروب عن البروكلي، شو كمان بعد؟ توزيع الوجبات للمرأة الحامل كتير مهم خلال الشهر الفضيل. يعني تقسم إفطار رمضاني لجزئين، بعد منا بساعة ونص تاخد أول سناك. لازم تاخد تقريبا خمس وجبات خلال الشهر الفضيل خلال ساعات الإفطار. فطورة نقسمه جزئين وبعدين ناخد أيضا سناكين. ممكن يكون الأول عبارة عن مكسرات نيمة محمصة قبضة يد مع زبدية من الروب مع ملعقة طعام زبيب، كتير بتغذي الجنين. والسناك الثاني ممكن يكون قطعتين من الفواكه يلي هي حتمد جسمه بالطاقة والإنرجي بدال ما نروح نشتهي كيك وقطايف وسويتات. خلينا نغذي المرأة الحامل بالفائدة والصحة إلها ولجنينها. حكيتي عن الزبيب دكتورة، الزبيب شو هو أكتر من سكريات؟ الزبيب بيعلي من معدل ذكاء الجنين. الزبيب من أهم الأغذية يلي لح يرفعوا الآي كيو للجنين، هو وصفار البيض. صفار البيض أيضا لأنه غني بالكولين يلي بيعلي من معدل ذكاء الجنين. كرمال هيك إضافة بيض على السحور للمرأة الحامل مع خبز قمح كامل مع خضار لح يضمن أنه المرأة الحامل جنين اللي موجود فيها كتير مغذى صح، وغير أنه هي غذته صح رفعت من الآي كيو أو معدل ذكائه. ومن خلال التغذية كل الدراسات أنس أثبتت إذا المرأة الحامل كانت تتغذى بطريقة ممتازة لح جيب جنين ذكاؤه أعلى. يعني تغيير نوعية التغذية أنت هلأ عم توجهيها باتجاه نوعية صح. وليست الكمية. لأنه للأسف منتشر أنه أنت حامل كيلي كيك كيلي خبز كيلي ضيفي بسرعة لا تنسي الرز،
ما بيقولوا لا لا تنسيها السمك، الجوز، الزبيب، المكسرات، الأسماك والبحريات رائعة للمرأة الحامل. وأيضا كمان لأنه شوي برمضان ما بناخذ بحريات، بدنا نقول لا، إضافة جزء من البروتين من البحريات مثل الأسماك، وأكيد المأكولات البحرية لح يضيف زنك وسيلينيوم وفائدة وصحة للمرأة الحامل والجنين. وأكيد بدنا نقول لها أول ما تتعبي أكيد أنت بعد طبعا استشارة طبيب النسائي يمكنك أنك ما تتابعي صيامك، لأنه الوضع للمرأة الحامل أكيد لازم دائما تكون ماشية مع استشارة طبيب نسائية لنتأكد أنه مسموح هي تصوم صحيا وطبيا. في أي معلومة تانية بدنا نضيفها اليوم دكتورة؟ بدنا نقول أكيد تنظيم نوم المرأة الحامل خلال ساعات رمضان كتير مهم، لأنه هي بتتعب أكثر من غيرها، وبالتالي كتير مهم نظم نومها وتشرب كمية الماء، تتغذى صح، ما تاخد أكيد الأغذية المالحة، لأنه المرأة الحامل كمان بيحب الجسم سوائل، وهيك منتمنى له صيام صحي ومفيد. أمين يا رب. هذه كانت نصائح دكتورة لمناء للمرأة الحامل اليوم، وهي استشارية الصحة والتغذية بفيتامين. شكرا لك دكتورة. شكرا. فيتامين على الفجيرة FM.